السلام عليكم الاصدقاء، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم فيديو جديد. اذا اليوم ان شاء الله غادي نقومو بتصحيح ليكزيرسيس نيميرو 2 اللي خاص بالدرس ديال ترانسفورماسيون كيميك سيفيكتيون دون لي دو سونس. ديجا خدمت معاكم التمرين الاولاني واليوم غنخدمو التمرين الثاني ان شاء الله. اذا نحاولوا نقراو شنو عطينا في لي دوني. دونك سوا اون سوليوشن اكوز اس داسيد بنزويك دو فورمي C6H5COOH. الوغ عندنا واحد لا سوليوشن اكوز بمعنى فيها لو داسيد بنزويك لي فورمي ديالو هي هادي C6H5COOH. الوغ قالك ليكواسيون دو سا رياكسيون افيك لو سيكري، هما عطينا ليكواسيون دو لا رياكسيون C6H5COOH بلس H2O. هنا كيما عارفين في الدرس الجديد راه ولينا كنديروا جوج ديال الاسهم، من هنا ننتقلوا لهنا ولا من هنا لهنا. شنو كيعطينا هادشي؟ C6H5COO موان بلس H3O بلس. لا ميزور دو لا كوندكتيفيتي دو لا سوليوشن اس ا دوني لا فالور. الوغ عندنا لا كوندكتيفيتي ديال لا سوليوشن كتساوي 36.1 ms/m. Alors, بالنسبة لا بروميير كيسيون لي راها سهلة، دريسي لو طابلو دافونسمون دو سيت رياكسيون. دونك غادي نحاولو ندريسيو لو طابلو دافونسمون، وحنا عارفين بأن لو طابلو دافونسمون شنو كيكون فيه. الوغ كيما كتلاحظو لو طابلو دافونسمون، أول حاجة كنكتبو الفوق ليكواسيون دو لا رياكسيون لي هي هادي، في الخانة التانية كنكتبو لا كونتيتي دو ماتيير اون مول. وهنا شنو كنكتبو؟ كيكونو عندنا جوج خانات، وحدة كنكتبو فيها ليطا وحدة لافونسمون. هنا لافونسمون نورمالمون غتكون من هنايا، ولكن كنت نسيت ما درتها في الاول حتى للتالي ودرتها هنايا، ولكن نتوما ما تنساوش صافي. هنا كتكون عندنا لي زيتا، ايتا انيسيال انترميديير ايتا فينال. وهنا كيكونوا عندنا لي زافونسمون اكس في ليتا انيسيال كتساوي 0، اكس ليتا انترميديير اكس، واكس ليتا فينال سي اكس فينال. فوالا، اذا نبداو بهذه هي الاولى. هادي شنو كنديرو؟ ما عطينا لا لو فوليوم، عطينا لو فوليوم في الاخر في لي دوني. انا نوري لكم في لي دوني، فوالا في لي دوني هنايا قال لك اون دون، عطينا فوالا ها هو الفوليوم، ولكن ما عطيناش لا كونسونطراسيون. دونك شنو غادي نديرو؟ فقط نكتفي نكتبو هنايا غير ان انيسيال ديال هاد C6H5COOH. بالنسبه ل H2O ديما تيكونو نيكسي في لي 3 زيتا. بالنسبة لهادو راه كنعتبروهم برودوي، دونك هنا غيكون عندي 0 0، في ليطا انترميديير اكس اكس، ليطا فينال اكس فينال اكس فينال. هنايا بالنسبة ل C6H5COOH، بالنسبة ليطا انيسيال كنكتبو لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال ديال هذا، بالنسبة ليطا انترميديير كنكتبو لا كونتيتي انيسيال ناقص اكس. وهنا الا كان عندي واحد الكوفيسيون كنكتبو، هنا غالبا ما تيكونش دونك غير اكس. بالنسبة ليطا فينال ان انيسيال ديال C6H5COOH موان اكس فينال. فوالا، دونك هذا بالنسبة لو طابلو دافونسمون. الوغ بالنسبة لا دوزيام كيسيون، قالو لنا دوني ليكسبرسيون دو لا كونديكتيفيتي دو ميلونج رياكسيونيل اون فونكسيون ديال، اذا هنا كيما كتلاحظو اون فونكسيون دو لامدا، عفوا لامدا ديال H3O بلس، لامدا ديال C6H5COO موان، اي في le volume V de la solution et l'avancement final X final. Alors, هاد sigma هادي la conductivité غادي نكتبوها en fonction ديال lambda ديال هاد H3O plus ou ديال C6H5COO moins ou V ou X final. Voilà. إذن هنا شنو غادي نديرو؟ هادي واحد القاعدة خاصكم تبقاو عاقلين عليها. sigma ou bien la conductivité شنو كتساوي؟ دائما كتساوي، هانتوما كنمشيو للطابلو دافونسمون ديالنا ياك، كنشوف فين هما لي زيون. لي زيون فين كتكون موان، فين كتكون بلوس. الوغ هذا وهذا مزيان. اذا شنو غتساوي هاد سيغما؟ هادي غتساوي لا كونسونطراسيون ديال هذا، نقولو لا كونسونطراسيون فينال ديال هذا، فوا سيغما ديال هذا، ماشي سيغما، لامدا، لامدا ديال هذا، زائد ليون تاني. كانوا عندي 3 ديال لي زيون كندير 3، كانوا عندي 4 ديال لي زيون. إذن شنو قلنا بالنسبة لسيغما؟ شنو غادي تساوي؟ ألوغ بالنسبة لسيغما غادي تساوي لا كونسونطراسيون فينال ديال ليون اللولاني لي هو C6H5COO موان، فوا شناهي هادي؟ ألوغ هادي هي لامدا ديال نفس ليون، زائد ليون تاني لي هو H3O بلس، فوا لامدا أليطا فينال، فوا لامدا H3O بلس. ألوغ بالنسبة لهادي شنو كتساوي؟ إذن حنا عارفين هادي راها كتساوي إن فينال
ديال C6H5COO moins sur V fois هادي plus هاد la concentration finale ديال H3O plus هل كتساوي N final ديال H3O plus sur V. Voilà. إذن هادي دابا خصني نعرف شحال كتساوي. غنمشي نشوف C6H5COO moins في طابلو d'avancement final. هاي à l'état final شحال كتساوي X final N final كتساوي X final. إذن غنكتب X final. Même chose, mais n'est-ce pas, infinal de H3O plus, infinal de H3O plus, c'est x final. Voilà, donc, H nous a donné, il y a un x final sur V, x final sur V, ou x final sur V, qui met un goulou, mouche charak binatum, donc, radin factorisé B. Facteur commun, donc, voilà, il y a un facteur, et voilà, il y a la conductivité du mélange réactionnel en fonction ديال لامدا ديال C6H5CO او موان و لامدا ديال H3O بلس و الفوليوم فوالا هو الفوليوم و لافونسمون فينال إكس فينال. ألوغ ندوزو لا كيسيون الموالية. ألوغ بور لا كيسيون نيميرو 3 ألوغ قالولنا ديتيرميني لا فالور دو لافونسمون فينال دو لا ديسوسياسيون دو لاسيد بنزويك دون لو. Alors, tu peux nous annoncer la valeur de l'avancement final, qui est x final. Alors, ben, nous allons nous annoncer ou nous la relation. C'est là. D'après la question précédente, déjà, on a sigma chal katsawi. Voilà. Mais sigma, on va nous l'avancement final x final. Alors, x final chal radis kun katsawi. As kun katsawi v fois lambda sur sigma fois sigma sur lambda C6H5CO au moins plus H3O plus. Voilà, donc là, je n'aurai d'une dire, فقط غادي نعوض بلي valeur. Alors, فاش غادي نعوض بلي valeur, V, déjà, عادين هنا في الدوني, هشحال كتساوي. Voilà, V كتساوي 50 مليلتر. Alors, هنا, je n'aurai d'une dire, بلاتي نكسبوهم كاملين, نقول لكم شنو غندير. Alors, هنا, عطينا la valeur ديال كل حاجة, فقط غادي نعوض. هنا, كما كتلاحظوا, عطينا M au carré. بالنسبة لهادي, voilà, هنا, بلاتي, هنا, عطينا M au carré. هنا يعطينا m او كاري. دونك شنو غادي نديرو باش تحيد هاد m او كاري؟ هنايا الفوليوم باش عند الفوليوم فوالا باش عندنا 50 مليلتر. هنا بالمليلتر المليلتر ما نرجعوهاش لتر، لا غادي نرجعوها m كوب. صافي غنرجعوها m كوب متر كوب. كي غادي نديرو ليها؟ حنا عارفين بانه واحد ديسيمتر كوب شحال كتساوي؟ هي واحد لتر. واحد ديسيمتر كوب غتساوي واحد لتر. اذا هاد 50 مليلتر الا بغيت نرجع لتر شنو فاش غنضرب في 10 على بيسونس موان 3، ولا بغيت نرجعها متر على بيسونس 3 غنضرب في 10 على بيسونس موان 6. اذا هادشي اللي غادي نديرو هنا. اذا هنا غنضرب في 10 على بيسونس موان 6 باش تولي عندي ام على بيسونس 3. هنا عندي 36 بالنسبه للسيغما 36.1. هنا عندي هاد ام اس غتمشي مع هادي وهادي. هنا غتبقى عندي ام، هاد ام هادي غتمشي مع ام وحده هنا، وهنا غتبقى عندي ام او كاري اللي غتمشي مع هادو. صافي دونك شنو غيبقى عندي؟ المول. إذا فاش غادي نحسب وندير الكالكول راه غادي تعطيني 4.72 في 10 على بيسونس موان 5 مول. صافي دونك دابا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 ديتيرميني لا فالور. دابا بالنسبه لا كيسيون نيميرو 4 يس اون ديدوير لي كونسونطراسيون مولار فينال دو H3O بلس اي C6H5CO او موان. اذا لا كونسونطراسيون مولار ديال كل واحد. الوغ بالنسبه لا كونسونطراسيون مولار فينال ديال H3O بلس شحال تساوي؟ راه هي ان فينال ديال H3O بلس سور لو فوليوم. فوالا. وهنايا دابخي لو طابلو شناهي ان فينال ديال H3O بلس؟ هي اكس فينال. وشناهي ان فينال ديال C6H5CO او موان؟ هي اكس فينال. الوغ هنايا كنعوضو بالنسبة لهنايا لا كونسونطراسيون مولار فينال ديال H3O بلس راه قلنا هي ان فينال ديال H3O بلس سور في. هادي دابخي طابلو دافونسمون راه هي اكس فينال، وحنا اكس فينال ديجا حسبناها راه هي 4.72 فوا 10 على بيسونس موان 5، وفي راه هي 50، إوا هنايا في كانت عندنا بالمليلتر، هاد المرة نحولوها غير لتر، لأن لا كونسونطراسيون مولار كتكون مول باغ لتر، وهنايا شحال غادي تعطينا؟ 9.44 فوا 10 على بيسونس موان 4 مول باغ لتر، أولا مول فوا لتر على بيسونس موان 1. بالنسبه لهذا سي لو ميم شوز، و بيسك عندنا اكس فينال راه بحال بحال نفس لا فالور، دونك راه لي كونسونطراسيون غيخرجوا بحال بحال ايكو. فوالا بور لا كيسيون نيميرو 4. دابا لا كيسيون نيميرو 5 قالوا لنا كالكولي لو بي اش دو لا سوليوشن اوبتوني. لو بي اش دونك حنا عارفين لو بي اش شحال كيساوي؟ موان لوغ ديال لا كونسونطراسيون ديال H3O بلس.
Voilà, idem pH que c'est moins log de la concentration H3O+. La concentration de H3O+, elle a déjà fait 37 fois 44 fois 10 à la puissance moins 4. Faut que nous la calculatrice. On dit moins log. Ou on écrit le nombre qui est 9 fois 44 fois 10 à la puissance moins 4. Et on va dire que la valeur livrée est 3,02. Ou le pH ça c'est 100 unités. Ça fait. بالنسبة للسؤال الأخير déterminer le taux d'avancement final sachant que la concentration de la solution est كتساوي 1.18 × 10 à la puissance moins 2 مول بار لتر. alors طلبوا منا le taux d'avancement final وعطينا la concentration. حنا عارفين لو طو شحال كيساوي x final sur x max. x final ديجا عندنا بقى لينا x max. alors d'après le tableau d'avancement, غادي نسيبوزيو بان لا رياكسيون راها توتال. دونك الا كانت لا رياكسيون توتال الوغ ان فينال ديال سي اش ولا ديال سي 6 عفوا سي 6 اش 5 سي او او اش غتكون كتساوي 0. من تما غنخرج اكس ماكس. دونك اكس ماكس غتكون كتساوي سي فوا في. في ديجا عندي و سي هاي عطاوها ليا. دونك غادي نديرو الكالكول وتخرج لينا لو طو دافونسمون. اذا فوالا طو كتساوي اكس فينال سور اكس ماكس. هادي اكس فينا نخليها. هادي اكس ماكس شنو قلنا تساوي سي فوا في. هادي ديجا حسبناها في الاول عطاتنا 4.72 × 10 على بيسونس موان 5. سي عطاوها لينا 1.18 × 10 على بيسونس موان 2. و في راه ديجا عاطينها لينا هي هادي. الوغ هادي شحال غيعطيني؟ غيعطيني 0.08 ولكن لو طو غيكون ببورسنتاج. دونك غنضرب في 100. اذا الى ضربت في 100 غندير هنايا بورسنتاج 100%. صافي. Et voilà les amis, comme ça je vais continuer avec vous la fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve avec vous une vidéo prochaine ou le futur. Salam alaikum.